رتل بسورة قاف في القرآن واقرأ قراءات من التبيان حبل متين مد من رب السماء فسما إلى العلياء بالإنسان هو للقلوب ربيعها وجلاؤها وملاذها من قسوة الأحزان وهو الغنى والنور والذكر الذي يسقي القلوب حلاوة الإيمان هو شافع ومشفع لمن اصطفى رب الورى من حامل القرآن الحافظون الماهرون تعاهدوا آياته متشابها ومثاني قالوا نرتله بسبعة أحرف أكرم بجمع مثقل الميزان هم خير أمتنا وأشراف المنى وهم الحماة وعدة الأوطان رتل بسورة قاف في القرآن وقرأ قراءات من التبيان حبل متين مد من رب السماء فسما إلى العلياء بالإنسان هو للقلوب ربيعها وجلاؤها وملاذها من قسوة الأحزان وهو الغنى والنور والذكر الذي يسقي القلوب حلاوة الإيمان الحمد لله الكريم بفضله هذه بلاد الخير والإحسان تحمي وتبني بالكتاب شبابها فهو البناء الراسخ الأركان لبناته من سنة نبوية فالوقف والقرآن مجتمعان نور على نور أدام الله خير وبلادنا عزا مدى الأزمان رتل بسورة قاف في القرآن وقرأ قراءات من التبيان حبل متين مد من رب السماء فسما إلى العلياء بالإنسان وللقلوب ربيعها وجلاؤها وملاذها من قسوة الأحزان وهو الغنى والنور والذكر الذي يسقي القلوب حلاوة الإيمان.